Merhaba İkon Yelza. إذا ربطنا مايك خارجي انقلابة، هذا طبعا نوع من المايكات يسمونه دايناميك مايك. دايناميك مايك يختلف عن النظيرة اللي هو الكوندنسر مايك، لأنه الملف اللاصق يكون من الأمام فقط. فبهاي الحالة لازم قدر الإمكان أكيد يعني أقترب من مايك من الأمام وأتكلم، إذا يطلع صوتي واضح. إذا أبتعد راح يقل صوت الفيجين، يعني مسافة مثل هاي يجوز ينعدل أو يجوز يكون كلش قريب. كذلك راح يكون إذا صوت تشويش مرافق للمايك. هاي شلون راح ألغيها؟ على عكس نظيره طبعا الكوندنسر مايك. كوندنسر مايك يكون اللاقط من عدة جهات ومن عدة محاور، فيلتقط الصوت من جميع اتجاهات تقدر تبتعد عنه. بس كل واحد مساوئ ومحاسن. محاسن هذا طبعا اذا كان مساوئ احنا ما نقدر نحكي بمسافه بعيده. محاسن يلتقط فقط من الامام، يعني محيط من الخلف، مثلا صوت الكيبورد او صوت الماوس، مثلا الحركه الخارجيه، هذا ما راح يلتقطها، فقط صوت الكلام. هاي المحاسن دي. المساوئ مال الكوندنسر مايك انه يلتقط اصوات الضجيج او اصوات الماوس والكيبورد والصوت المحيطيه. بالنسبه للدايناميك مايك شلون قلنا اذا ربطنا شلون نلغي التشويش اولا وشلون نعلي صوته ثانيا او الحساسيه مالتي، ابتعد كذا مسافه واتكلم طبيعي. طبعا يجي الدايناميك مايك لان هو مو مخصص اكثر اوقات الحاسبه، فيجي بهكذا او اكس اللي هي 6.35. هذا ما راح تجي بالحاسبه، ما راح تشكل، لازم اجيب التحويله مثل هذا الفرق. حولنا اياها من 6.35 او اكس الى 3.35، نربطها بالكمبيوتر. هسه راح اربطها انا. اوكي، هسه ربطت انا المايك. هسه لاحظت الشيئين، الشيء الاول صوت التشويش طبعا دي، والشيء الثاني هسه من احاول ابتعد عن المايك صوتي شلون يقل ما ينسمع، فلازم اضطر اعلي صوتي. كذلك اذا اروح على هاي الجهه او على هاي الجهه راح يقل، لان يعني مستوى الالتقاط من الامام فقط. بالنسبه للفقره الاولى شلون اتغلب على الصوت او المستوى البعد، اقدر يعني خليه يلتقط مسافه بعيده. خلي افعل وضع صف المكتب. طبعا هاي لين شوية ما لا نهاية. المهم نروح للستارت، نختار السهم ونروح للسبيكرز بيك ايمن الى الساوند. لو بروح للريكوردينج امت مايكروفون هاي اجي للبروبرتيز، اختار التاب الثالث المنيو قائمة او القائمة المسجلة او الليفلز. عندنا مستويين، المستوى الاول حساسية المايك، المستوى الثاني ازين حساسية المايك اكثر من ما هو يجب، يعني سيدا اقلل شوف شو راح يقل او اعلي. بس طبعا التشويش كذلك ازداد وياه. على هذا ما يكفي، اريد بعد ابتعد، اريد بعد يطلع صوت اكثر. هالحالة شو اسوي؟ انا لازم جاي اسجل، انا اريد صوتي بالتسجيل او بالستريم يطلع اعلى. قل له اوكي، قل له اوكي ما نشغل بيها. بالجهاز عفوا بالبرنامج الستريم او الريكورد نفسه اللي هو على سبيل المثال او بي اس ستوديو، في فلاتر تساهم بهذا الشيء. اروح للاوديو انبوت كابتشر اللي هو يلتقط الصوت مال مايك، انه بروح المايك او الاوكس، اختار كليك ايمن واقول فلترز، طلعت لنا قائمه الفلاتر. اولا اريد ارفع مستوى الصوت، شلون؟ ادوس على السهم زائد واقول له كومبرسر. فلتر كومبرسر بعدة فوائد. الفائدة الأولى إنه يحافظ على مستوى الصوت سواء أعلى أو ازداد مستوى واحد، يعني قد يكون مثلا شخص جاي يسوي بث مباشر وانفعل أو صار عصبي وعلى صوته، فراح يصير صوت ضوضاء مو يم الحكي، يعني صوت ضوضاء كلش طبيعي مو طبيعي ومزعج. هذا لا، يحافظ عليه سواء صار تردد الصوت أعلى أو ازداد، أو العكس مستوى الصوت شدته راح يحافظ على مستوى واحد. أريد أعلى الصوت شلون؟ هاي الاوتبوت جين، لاحظ هسه شوف صوتي هسه شلون راح يزداد. لاحظ كل ما ارفع يزداد صوتي، يزداد اكثر بعد. طبعا هسه
رفعت لهذا المستوى، بس بنفس الوقت ازداد ويا الضوء التشويش. هذا التشويش شو راح احاول الغيه؟ اذا اريد انغي التشويش ادوس على الزائد واقول له noise suppression. مجرد ما اقول له اوكي صوت الضوضاء المرافق صوتي راح يلغي تمام. لاحظ هسه، لاحظ صوتي، مجرد صوت نغي، ماكو صوت مرافق الي، فقط صوتي انا صوت الضوضاء. طبعا انا احاول قدر الامكان انه هذا ما اخليه يعلى كلش، لان هم راح يصير يعني تعب، راح يصير صوت مثل ما نقول يعني مشوش مو مركز، يعني شلون مثل تردد مالته يعني يجي من صوت جهه واحده مو من عدد جهات، اذا عالي كلش يصير مزعج. احاول اخطط على مستوى بحيث اقدر ابتعد مسافه يعني ما تقريبا نقول 10 20 يعني هو كمستوى طبيعي، بنفس الوقت يقدرون يسمعوني او بنفس الوقت الكود التسجيل مالتي يطلع. هذا طريقه حتى اقدر اصفي صوت المايك. طبعا اتمنى يكون هذا الفيديو ساهم شيء، واذا عجبك الفيديو اتمنى تسوي سبسكرايب قناتي على اليوتيوب، واكون ممنون فيه. شكرا.